أسأل ضيفي الذي ينضم إلي مباشرة من القاهرة، أسأله عن هذه التراجعات. إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول الأوراق المالية. إيهاب، كيف نفسر هذه الخسائر اليوم على البورصة المصرية؟ هل لها علاقة بما يحصل ما بين مصر وداعش الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا تعزينا لكل الشعب المصري في شهداء الحادث الإرهابي اللي شهدته البلاد كلها أو العالم كله بالأمس. ما فيش شك طبعا أن السوق المصري بيتعرض على مدار الأسبوعين الماضيين إلى أحداث الحقيقة مؤسفة أثرت بشكل كبير على أداء السوق، سواء في حادث الدفاع الجوي اللي حصل في الأسبوع بداية الأسبوع الماضي، وكذلك الحادث الإرهابي اللي اتكلمنا عليه. ما فيش شك طبعا ده كله ضغط بشكل كبير جدا على أداء السوق، خاصة وأن المؤشر الرئيسي EGX 30 كان في طريقه إلى تحقيق مستهدفات قياسية لم يشهدها في 7 سنوات عند 10200 ثم 10600 نقطة. لكن طبعا في ظل هذه الأحداث السلبية كان من الطبيعي أن احنا نشهد التراجعات، خاصة بعد توجيه ضربة عسكرية بالأمس إلى بعض مواقع داعش. فطبعا ما فيش شك هيبقى هناك حالة من التخوف عند المتعاملين هي اللي دفعت الأسهم للتراجع النهاردة. لكن من الواضح أن مع نهاية الجلسة بدأ إلى حد ما يظهر نوع من التماسك في الأسهم القيادية، ده ممكن يتجلى في جلسة بكرة أن يبتدي السوق صحيح هيبدأ على تراجع ولكن يبتدي يرتد، خاصة مع اقترابنا من مستوى دعم سواء في جي إكس 30 عند 9600 نقطة أو في جي إكس 70 عند 580 نقطة اللي متوقع أن السوق يعاود الارتداد منهم بإذن الله. هل برأيك ماذا بعد بالنسبة للبورصة المصرية؟ أنت بتتوقع أن نشوف تعافي؟ إذا ما رأينا تعافي، ما هي الأسهم المراقبة؟ إحنا سمعنا تصريح من قبل مؤسس القلعة أنه بيتوقعوا تضاعف قيمة التخارج اللي بتقوم بها الشركة من أصولها الغير رئيسية إلى 200 مليون دولار بنهاية هذا العام. كيف يمكن أن نستثمر هذه التصريحات؟ يعني التصريحات دي الحقيقة اللي جد فيها بس هو مضاعفة الرقم فيما يتعلق بالتخارج، لكن هو كسياسة معروفة من فترة طويلة أن القلعة بتستهدف الخروج من المشاريع غير الرئيسية بالنسبة لها. ولكن الحقيقة أداء يعني هذا الكلام ما أثرش بشكل كبير على أداء السهم. احنا شفنا السهم يمكن كان من أكثر الأسهم أداء سلبيا خلال الشهور الماضية، وكان يمكن وصل إلى أدنى مستوياته في سنوات، يمكن باستثناء بس الفترة الأخيرة بدأ يحصل نوع من الارتداد من عند الـ 72 إلى قرابة الـ 3 جنيه و20 قرش. لكن برضو طبعا زي ما حضرتك أشرت في البداية مع الضغط البيعي اللي موجود في السوق ما كانش فيه تأثير لهذا الخبر على السهم. حتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة يعني كخبر أن أوراسكوم هتعاود الإدراك في بورصة مصر، دي من المفترض أنه يأثر إيجابا في السوق كشركة بحجم أوراسكوم للإنشاء. لكن طبعا في ظل الأحداث اللي بتعيشها البورصة بشكل عام على مدار الأسبوعين الماضيين، أعتقد أن طبعا هيكون من الصعوبة أن يكون هناك أي خبر إيجابي يكون له تأثير خلال الفترة الحالية. طيب إذا ما حبينا نتحدث عن أساسيات، وين بتشوف السهم بيتداول؟ وين بتشوف قيمته العادلة بعد هذه الأخبار والتفصيلات اللي عملناها عن بخصوص الستوك سبليت اللي صار على OCI&V؟ زي ما حضرتك عارفه OCI&V مش مدرجه في البورصه المصريه، او OCI بشكل عام يعني حجم التعاملات عليها يكاد لا يذكر في السوق المصريه. فالفكره كلها في ان عوده السهم للتداول مره ثانيه بشكل كما كان، حتى وان كان يعني فصل قطاعين الاسمده عن يعني يمكن ده الفصل الثاني على فكره، لانه قبل كده خرج قطاع الاسمنت من الشركه. فحتى لو كان الابقاء هيكون على المقاولات، اعتقد ده هيصب في صالح البورصه بشكل كبير. سهم أوراسكوم للانشاء قيمه راس ماليه ضخمه جدا، ويمكن اعتقد ان هو ده من كان الاسباب اللي كانت اداره البورصه ابقت السهم ولم تقوم بشطبه، على اعتبار ان هو بيضاف للحجم الراس مال السوقي اللي بيتم حسابه كل يوم. فاعتقد ان ده ما فيش شك هيكون اضافه على المدى المتوسط والطويل. إيهاب سعيد، عضو مجلس اداره شركه اصول الاوراق الماليه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا ناتي الى نهايه جرس الاغلاق، شكرا جزيلا للمتابعه، الى اللقاء.